استضاف مسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الثلاثاء الموافق 30 من إبريل الماضي مهرجان سيمفوني للألحان والترانيم القبطية، ويهتم بتكريم الرواد في مجال تسليم الألحان. حضره نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيودوسيوس أسقف وسط الجيزة وتوابعها وعدد من الشخصيات العامة، كما تم تكريم عدد كبير من الشخصيات مثل المعلم إبراهيم عياد والمعلم جاد لويس وغيرهم. كما حضر المهرجان الأستاذ إيليا ثروت باسيلي والأستاذ جورج ثروت باسيلي والعديد من الشخصيات المهتمة بالألحان القبطية. نتابع. استضاف مسرح الأمبارويز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء الثلاثاء مهرجان سيمفوني للألحان والترانيم القبطية بحضور نيافة الحبر الجليل الأنباثوديسيوس أسقف وسط الجيزة وعدد كبير من المهتمين بالألحان الكنسية والتراث القبطي. الحقيقة الكنيسة اهتمت بالألحان القبطية ونشرتها عبر وسائل السوشيال ميديا الحديثة، والفضل في المعلمين اللي حافظوا التراث. وطبعا لما احنا يكون عندنا الودن الموسيقية اللي بتسمع الموسيقى والموسيقى الألحان بتاعتنا تبقى خارجة في تجسيد موسيقي، فبتبقى حاجة جميلة جدا ان المناسبات بتترجم الى حاجات روحية وتراث عظيم وكنيسة حية موجودة بكل تراثها. يعني الإنسان القبطي ما يبقاش جعان لحاجة برة. الألحان الكنيسة الحقيقة هي اللي مخلية كيان للكنيسة القبطية، الألحان والتسبيحة. بدون الألحان واللغة القبطية والتسبيحة يبقى بقينا أي طائفة تاني. الألحان جميلة جدا، وعندنا كم من الألحان، يعني القداسات بس 3 قداسات، ده 3 بس. عندنا اللقان لقداس خميس العهد وصوم الآباء الرسل. عندنا يعني الكيسة غنية جدا. وشارك في الاحتفالية عدد من المرنمين من مصر وخارجها، إضافة لعدد من الضيوف الذين حرصوا على تلبية الدعوة بالحضور، منهم الأستاذ إيليا ثروت باسيلي والأستاذ جورج ثروت باسيلي والفنانة نهال عنبر. الحقيقة الألحان القبطية هي ميراث وتراث موسيقي وروحي، أنا ما أحبش أحطه جنب أي نوع تاني من أنواع الموسيقى. يعني ما أقدرش أحطه في مستوى التراتيل لأن له أبعاد مش موجودة في أي تراتيل أو في أي ألحان أخرى لأي شعب أو لأي كنيسة. فالألحان القبطية لها أبعاد 5، لها بعد لاهوتي، كل العقيدة بتاعت الكنيسة اتحطت في الألحان، ولها بعد تاريخي لأن الألحان دي عمرها أحيانا بيصل إلى 2000 سنة، ويمكن أحيانا في بعض الألحان ذا غلغوثة وبيكثرونوس وبأورو ممكن يصل إلى أكثر من 2000 سنة. لها بعد روحاني لأنها بتسمو بالمشاعر إلى فوق، لها بعد موسيقي فهي ذات موسيقى ومنحنى لحني وتحولات مقامية وإيقاعية عظيمة جدا مش موجودة في أي موسيقى تانية. كمان لها بعد طقسي لأن هي ما بتتقالش مجرد ألحان لوحدها لكنها بتتقال داخل طقس، وهذا الطقس له علاقة بهذه الألحان، هذه الأيقونات التي تحيط بهذا الطقس لها علاقة بهذه الألحان. حقيقة الألحان جميلة جدا والموسيقى جميلة والأطفال أجمل وأجمل. عايز أقول لك أنا مش مصدقة أطفال جمال حلوين زي اللي أنا شايفاهم دول، أمارات كده صغيرين أطفال وبيحافظين الترانيم كلها وبيقولوها مع بعض. أنا مراقبة، لا كلهم بيقولوها مع بعض، في تدريبات عالية جدا الولاد ما شاء الله عليهم. الموسيقى القديمة الحلوة دي، أنا بحب القديم أصلي، فالموسيقى القبطية القديمة دي في منتهى الجمال في الدنيا، وسمعنا كمان القانون وجماله. لا سمعنا يعني والفلوت تقريبا اللي كانت بتعزف فلوت، لا حاجة أنا كنت مبسوطة. احتوى الحفل على أداء مجموعة من الترانيم ثم فقرات عزف منفرد وإنشاد لمجموعة من الألحان التي تم تسجيلها خصيصا لهذا الاحتفال، ليتم بعدها تكريم لبعض رواد الألحان في الكنيسة القبطية.
الألحان والتسبيحة هي شغلانة الملايكة في السماء، والاهتمام باللحن القبطي وفهم قصته ومعناه بيدي الذهن أبعاد جديدة وقت الصلاة. سيمفوني مهرجان بيهتم بالألحان القبطية بشكل خاص، وبيكرم رواد الألحان من معلمين وآباء وفنانين سلمونا ووصلوا لنا الألحان اللي بنصلي بيها. من مسرح الأنبر ويز بالعباسية، فريد إدوار، سي تي في.